مفيش حد فينا الا ويعرف صيدلي في حياته. يعني شوف انا مش ساحر، بس انت في دايره معارفك صيدلي او اتنين على الاقل، يعني احنا كتير يا بيه. وبسبب هذا الانتشار الواسع للصيادله تم تمثيلهم بل والسف عليهم في السوشيال ميديا والفن، يعني كتير قوي. محدش ما عملش دور صيدلي لحد دلوقتي، سواء بقى سوشيال ميديا، انفلونسر، مسلسل، فيلم، كله. وبالتالي الناس بدات تكون فكره معينه عن هذه الكائنات، لكن احب اقول لك ان الفكره دي خاطئه تماما، وده لان احنا دايما بنسال الصيدلي بيعمل ايه، لكن عمر ما حد سال الصيدلي عامل ايه. ولذلك في برشامة النهارده هشرح لك بقى انواع واصناف الصيادله، بدايه من الصيدلي الاكاديمي الجامعي الجنتل لحد بقى الصيدلي المجتمعي الجميل اللي واقف في الصيدليه بتاعت حضرتك. والاهم من كل ده هقول لك تتعامل مع كل نوع ازاي، خصوصا في موضوع الاسئله والاستشارات والحاجات دي. تسال مين فيهم بالظبط وتتجنب مين، لان الرجاله جابوا اخرهم خلاص. النوع الاول من الصيادله اللي هم العلماء بقى، الناس التقيل، الصيادله الاكاديميين اللي شغالين في الجامعات وكليات الصيدله، ناس محترمه كده وراقيه وبتوع يعني شوكه وسكينه، وبيعلموا الاجيال القادمه ومركزين في ابحاثهم ومعاملهم وما لهمش دعوه بحد. الناس دول ماديا كعامه الشعب، يعني ما فيش فلوس كتير في المنطقه دي الا اذا كان بيدي دروس خصوصيه وكورسات. دول بقى عد الفلوس يا عم الحاج، حيتان ما شاء الله. في موضوع بقى الاستشارات الدوائيه من الاهل والاصدقاء والزنيه، الناس دي بقى لو مش شغالين في مستشفى جامعي او عندهم صيدليات خاصه وايديهم في الشغلانه، ما تقرفهمش بالاسئله، لان هو وحش في تخصصه، احيانا برضو بره تخصصه، ولكن يجاوبك بقى بالمراجع والابحاث والماده الفعاله. انما الاسماء التجاريه بتاعت الادويه والاصناف الجديده والقديمه وزخانيق الشركات، يعني مش احسن حاجه عنده. النوع الثاني صيادله المصانع والانتاج، والجماعه بقى بتوع الكواليتي اشورنس والكيو اي والتحليليه، ودول ضباط جيش مبدئيا، يعني ابعد عنهم احسن لك. انضباط تام ومواعيد زي السيف، ولكن بقى روتين ممل، واللي تبات فيه تصحى فيه ما بيتعاملوش مع بشر كتير، لان معظم شغلهم مع المكن وتقارير الجوده وتستيف الورق، فالجانب الاجتماعي عندهم بعافيه شويه. ماديا بقى عادي، يعني برضو مفيش حاجه مميزه هنا الا اذا وصل احدهم لمنصب كبير، يعني مثلا مدير مصنع ولا حاجه، ودي فرص نادره جدا جدا، لان احنا مش بلاد منتجه للدواء في العموم. دول بقى ما تستشيرهمش ولا تسالهم في دواء ولا علاج، مش عشان هم ما يعرفوش ولا حاجه، لا ده عشان مصلحتك انت، ابعد عنهم الله يرضى عليك، اللي فيهم مكفيهم. نيجي بقى ريس للنوع الثالث، صيادله الشركات، سواء بقى شركات ادويه او مستحضرات تجميليه او معدات طبيه. هنا بقى الفلوس تبتدي ترخ شويه. والحقيقه هم اصناف كتير، ولكن قبل ما ارصهم لك خليني كده اسحلك معايا في دوره حياه صيدلي الشركه. مبدئيا لازم يشتغل مبيعات، ما فيهاش، لازم ينزل يتسحل في السيلز الاول، يشتغل ميديكال ريب او مندوب دعايه طبيه. يعني السيلز ده عامل زي الجيش كده، لازم اي حد داخل الشركه جديد يعدي عليه الاول عشان يشرب الشغلانه. الا بقى لو كنت فلتت زمانك وبتتكلم 6 لغات، او يعني معاك واسطه بابي يعرف حد جوه الشركه، ممكن تروح التسويق او الماركتنج على طول او المكتب العلمي، لكن ده نادرا ما بيحصل. الميديكال ريب دي وظيفه كرب الحقيقه، حاجه نكد، بتشيل شنطتك الجميله وتقعد بقى تلف على دكاتره المستشفيات والعيادات، تقعد بقى تتحايل عليهم يكتبوا الادويه او المعدات الطبيه اللي انت مطلوب منك تزود مبيعاتها بشتى الوسائل بقى، الشرعيه منها والنص نص، وهنبقى نتكلم عن موضوع الدعايه الطبيه ده في حلقه لوحده. الناس دي بقى بتقابل في طريقها سخافات ومضايقات وامراض نفسيه، وحاجه يعني ما يعلم بيها الا ربنا، بدايه من السايس اللي بتركن عنده العربيه، مرورا بقى بالامن والسكيورتيز الجمال بتوع العيادات والمستشفيات، لحد بقى التمرجيه والممرضين، ويجي الدكتور بقى يعمل لك فينيش يخلص عليك تماما، يقول لك مش فاضي النهارده، حاجه يعني في منتهى الساديه. ولكن لاجل الحق اللي بيصبر ويشد حيله، يعني بيلاقي مقابل مادي كويس زيها زي اي شغلانه فيها سيلز، هي الفلوس كلها في السيلز. لو الميديكال ريب الغلبان ده اثبت نفسه في السيلز، يعني ممكن يروح بقى التسويق الماركتنج، او يروح المكتب العلمي اللي هم بيسموه ساينتفك اوفيس، او احيانا الميديكال افيرز، ودول بقى ايه اشيك ناس في كل شركه، ناس كده بتوع ابحاث وعلم وبرده شوكه وسكينه. عموما يعني فرصه الكارير ديفلوبمنت في الشركات بتبقى افضل بكتير، يعني فرصه الترقيات موجوده. نيجي بقى للمهم، هل تستشير يعني صيدلي الشركه ده ابنك عيان مثلا ولا حاجه، تساله ولا ما تسالوش؟ لا ما تسالوش من الاخر. ليه بقى؟ بص، هم شباب لطيف وظريف ومتحدث وريحتهم حلوه ولابسين بدل ومسرحين شعرهم، بس من الاخر يعني هم بتوع بيزنس، يعني انت لو عايز تفتح فرن كلمه، يعني ممكن يفيدك. اي مشروع عادي ممكن تكلمه يفيدك والله، يقول لك تعمل بيزنس ديفلوبمنت ازاي وبلان وكل حاجه. طبيا معلوماتهم يعني محصوره في الكام صنف او الفيلد اللي اشتغلوا عليه طول حياتهم. انما لو سالته مثلا ايه الفرق بين البنادول الاحمر والبنادول الازرق، يعني ممكن يهنج منك، فما تسالهمش بليز. وده مش عيب على فكره، هو موضوع تخصصات يعني مش اكتر.
نيجي بقى لصيادلة المستشفيات حكماء الزمان وحنابلة العصر وفلاسفة المجال، الجماعة بتوع الصيدلة الإكلينيكية أو السريرية، حلقة الوصل ما بين النظري والعمل، الناس بقى اللي بيعدوا على العيانين في المستشفى وليهم رأي مؤثر في الخطط العلاجية والأدوية بتاعتهم، ويعدلوا على الأطباء، يشيلوا دواء يحطوا دواء يغيروا جرعة، بيسلموا على الدكاترة بالإيد عادي خالص والروس اتساوت يابا. الناس دي بقى عندها نوع من أنواع الشعور بالاستحقاق اللي هو يعني أنا قتلت واتقتلت وانتوا ما شفتوش اللي أنا شفته، تيجي تقول له صباح الخير يقول لك أنت عندك مصدر الكلام ده، تدارس اللي انت بتقوله ده يا ولد، اخر حد تفتي قدامه هو الصيدلي الاكلينيكي هيشمطك مش هتعرف تحور عليه. دول بقى اعداء الميديكال ريب اللي اتكلمنا عليهم، يعني بيشموهم من على بعد 6 كيلو، اصلا الاثنين ما بيطيقوش بعض. لو انت مندوب دعايه طبيه وداخل على صيدلي اكلينيكي يعني لازم تبقى مذاكر كل كلمه ومعاك مراجع ومعاك البحتوري، وبعد كل ده برضه هيدي لك محاضره مش هتسلم منه، لازم تنظيم. بالنسبه للماديات الصيدلي الاكلينيكي يعني مستوى اعلى سيكا من باقي الصيادله، لكن برضه مفيش حاجه مميزة. قوي. طيب الناس دي تستشيرها بقى في العلاج والادويه؟ طبعا، ولو ان برضو بيبقى في محدوديه شويه في الاسماء التجاريه، لكن ميزه الصيدله الاكلينيكيين ان هو لو مش عارف اجابه سؤال فهو عنده من الوسائل المعلوماتيه والدراج انفورميشن والعلاقات ما يمكنه من انه يجيب لك اجابه يعني شافيه ووافيه. لكن اوعى تفتي في الدواء قدامه، لو سمحت تقعد بقى تقول له مش عارف دكتور كريم علي قال، هيجري وراك بالكورباج في الشوارع. مسك الختام بقى حمالين الاسيه صيادله المجتمع، ده الاسم الشيك بتاعه، لكن الاسم الدارج الحقيقي هو صيدلي شارع، ما تتكسفش دي حقيقه. الشباب الجميل بقى الهمام اللي واقف في الصيدليه اللي في حارتكو او على ناصيه شارع، دول بقى بتوع كله يابا، مراجع تمشي على الارض، مش بس خبره في الادويه، لا 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 لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. استشارات طبيه تلاقي مستحضرات تجميل، البان اطفال، فيتامينات ومكملات غذائيه، فضفضه وحوارات لو عايز موجود. يعني صيدلي الشارع ده هو الصندوق الاسود بتاع الحاره كلها، الناس دي عندها اسرار تودي الحي كله تودي مصر كلها في داهيه. الحقيقه هذا النوع من الصيدله هو صمام الامان والملجا الاول وقد يكون الاخير لملايين المرضى، خصوصا في ظل تردي اوضاع التامين الصحي في بلادنا، ويعني دورهم لا ينكره الا جاح، ولاجل الحق عليهم ضغط كبير جدا في التطوير العلمي المستمر اللي مطلوب منهم. لان تخيل كده اقل واحد فيهم بيتسال كل يوم بتاع 50 سؤال مثلا، وفي كل المجالات طب وتجميل وعلاج كله، ولازم يكون بيذاكر يوميا ومتابع جيد لكل جديد بقى في عالم الطب والادويه وحتى المستحضرات، وفي نفس الوقت لازم يكون كويس جدا في البيزنس، لان هو في الاخر الصيدليه عباره عن نشاط تجاري يهدف الى الربح. فلازم صيدلي الشارع ده يكون يعني ايه عينه في وسط راسه، لان هو كل يوم بياخد قرارات تعتبر مصيريه، لان ده اكل عيشه من الاخر، يعني الغلطه بجون، خصوصا في الاوضاع الاقتصاديه المريره اللي احنا بنمر بيها حاليا. وطبعا لا يخفى على الجميع خصوصا في مصر مشكله الدخلاء، اللي هي الناس اللي مش صيادله وواقفين في صيدليات، لان زي ما قلت لك لازم يذاكر طب وصيدله وبزنس وماركتنج، والا يعني يبقى نصاب من الاخر. واللي مش صيدلي اكيد اكيد ما بيعملش اي حاجه من دول، ده يعني فور شور. وهنبقى نتكلم عن هذا الموضوع الشائك، موضوع الدخلاء، في حلقه مستقله ان شاء الله. ماديا بقى الوضع في الحمام، يعني معلش بصراحه، حتى لو كنت صاحب صيدليه، مع استثناء طبعا اصحاب السلاسل الكبيره وصيادله المجتمع اللي هم بيسافروا الخليج، ومش كل الخليج يعني، هو السعوديه بالتحديد الوضع المادي بتاعهم يعني يعتبر مش وحش. طيب ها نستشيرهم بقى في الادويه والعلاجات وتنطفيفي والكلام ده، ده هم بابا المجال، احنا هنسال مين غيرهم اصلا، دول ملح الارض دول. وشهاده لله يعني من خبره شخصيه، صيادله المجتمع دول من اكتر الناس اللي بتذاكر وتطور نفسها وتتابع كل جديد، مش عشان حاجه يعني، عشان التنافسيه الشديده، لان عدد الصيدليات والصيادله في الليمون، فلازم يبقى لبلب كده وجاهز بمعلوماته عشان يربي زبون، والا يعني هيسيبك ويروح لاي حد تاني يرغي معاه ويثق فيه. بس يا ريس هم دول الصيادله وهي دي حكايتهم وهي دي حياتهم، وكده كده هتحتك بصيدلي احنا كتير قوي، سواء يعني كصديق او انت بتستشيره في اي حاجه. فاسال الاول على نوع الصيدلي واعرف ايه الطريقه الامثل للتعامل معاه، خصوصا في موضوع الاسئله والاستشارات دي، لان يعني كتير قوي بتبقى محرجه، بحيث لا تضايقه هو شخصيا ولا انت نفسك تزعل بقى ايه لا لو نفض لك او شخط فيك زي بتوع المصانع. ابعت بقى الفيديو ده لاي صيدلي انت تعرفه ولاي حد بيتعامل مع صيدلي، ولايك بقى وكومنت وسبسكرايب، وكالعاده يا ريس سلامتك وخد برشامتك بالشفا ان شاء الله، ونشوفك الحلقه الجايه. يلا باي باي.